صاحب الجلالة أعلن بأن النموذج التنموي القائم بلغ مداه على اعتبار بأن نسبة النمو ضعيفة لا يمكن أن تؤدي إلى حل مشاكل المغرب وعلى أن ثمار النمو على بساطته لا يصل إلى المغاربة على حد سواء على المستوى الفئات أو المجال. بادرنا وفهمنا من خلال فهمنا قلنا بأنه هذه الدعوة الملكية لكل قوى المجتمع الحية في التفكير في هذا النموذج تقتضي حوارا وطنيا، وللمساهمة في هذا الحوار قمنا بتأسيس خلايا داخل الحزب للتفكير في الموضوع، وقمنا بالاتصال بجميع الأحزاب السياسية والنقابات وعدد كبير من الجمعيات المرتبطة بالقضايا الكبرى والمصيرية للمجتمع، وعقدنا لقاءات ثنائية معها مع أغلبها، وعقدنا جلسات للحوار حول النموذج التنموي البديل منذ تقريبا سنة وما ينيف. كان هدفنا وفهمنا بأن الحوار الوطني حول النموذج التنموي هو المدخل لصياغة هذا التصور. الآن يتأكد من خلال دعوة صاحب الجلالة إلى تشكيل هذه اللجنة وإلى تعيين رئيسها، يتعين بأن فهمنا يندرج في هذا الأفق الاستراتيجي بأن مجتمع متعدد المكونات والروافد يقتضي الحوار في القضايا المصيرية المرتبطة، وليس في اعتقادنا هناك موضوع أهم من نموذج تنموي بما يشكل هذا النموذج من تعاقد بين جميع المغاربة، بين المغاربة مجتمع ودولته وبين كل المغاربة على مختلف تكوينهم وفئاتهم. لذلك فأعتقد بأن هذا التعيين يقتضي ويعطي الإشارة إلى ضرورة الحوار حول هذا النموذج، حوارا أعتقد أنه سيكون مؤسسا على بعض الميكانيزمات. ولكن فيما يخصنا، قبل أن يكون هذا الحوار مؤسسا ورسميا قمنا بمبادرات منفردة ومع شركائنا وحلفائنا. الآن أعتقد بأنه هذا الحوار موكول لرئيس اللجنة، وسنقدم مساهمتنا إذا طلبت منا في هذا الاتجاه، لأنه إحنا قبل ما تكون هذه اللجنة درنا مبادرات، والآن مادام أنه كاين هذه اللجنة سنستمر في هذه المبادرة، لأنه هذا هو التفكير ديالنا. كنعتبروا بأن حزب معين خصو يكون عنده واحد التصور النموذج التنموي. التصور ديالنا هو تصور ديال حزب يساري مآمن بالقيم ديال المساواة والعدالة الاجتماعية، وكيتمنى أنها تكون موفرة لجميع المغاربة.